موهبة مميزة وظهور جيد وإطلالة جذابة تميز بها الثنائي أحمد التهامي وبسنت النبراوي مع انطلاقة جيل الشباب الفنية في الأعوام الأخيرة. لم يكن الاتجاه للفن هدفهما، إلا أن الصدفة كانت العامل المشترك في طريقهما لتحويل مسارهما لطريق الفن. التهامي أحد التلاميذ المميزين في المدرسة التمثيلية للزعيم عادل إمام، شارك معه في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. قرر التهامي الدخول إلى عالم التمثيل بعد أن رشحه المخرج شريف عرفة في مشهد بفيلم الناظر مع الراحل علاء ولي الدين عام 2000. للتهامي العديد من الأعمال المميزة في السينما والتلفزيون مثل بوشكاش، عمر وسلمى 3، أمير الظلام، فرقة ناجي عطا الله، العيادة 2، تامر وشوقية 2، كلبش 2، وقيد عائلي، وقمر هادي، وفي رمضان الحالي له دور مميز في مسلسل بيت الشدة. أما عن بسبوسة، وهو الاسم الذي اشتهر به بسنت النبراوي بعد أغنيتها مع الفنان أكرم حسني في مسلسل الوصية بسبوسة بالسمنة النقطة، والتي تخطت نسبة مشاهدتها أكثر من 46 مليون مشاهدة. بدأت بسنت حياتها العملية كمضيفة طيران، وعن طريق الصدفة اتجهت إلى المجال الفني بعد أن تم ترشيحها للمشاركة في الوصية بعدما اشتهرت بتمثيل فيديوهات ساخرة عبر حسابها على فيسبوك، ونالت إعجاب جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قدمت بسنت العديد من الأدوار المميزة مثل النظارة البيضاء والوصية وسوبر ميرو والزوجة 18 وحلوة الدنيا سكر والأنسة فرح الجزء الثالث واللي ملوش كبير مع النجمة ياسمين عبد العزيز، ومؤخرا تشارك في مسلسل شغل عالي. عن بداية مشوارهما وكيف لعبت الصدفة دورا في اتجاههما للفن وكواليس أعمالهما الفنية وطقوسهما الرمضانية يتحدثان التهامي وبسنت في سهرة الأهل في رمضان. طب التقرير اتكلم عن نفسه، ويعني خليني اقول نجمين فعلا، زي ما كنا بنسمع زمان كده يقول لك انا دخلت الفن الصدفه، بس هم فعلا دخلوا الفن الصدفه لكن لمعوا جدا وتالقوا جدا والناس حبتهم كمان جدا، لان بيقول لك في الاول وفي الاخر الموضوع كاريزما. خلينا نتكلم معاهم ونعرف، واكيد برضو يعني ممكن نلمس كده برضو عن الاهل يعني ما يضرش. خلينا نرحب بنجمينا احمد التهامي وبسنت النبراوي، ومساء الفل، كل سنه وانتم طيبين يا رب. طيب يا جمال عليكم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وعليكم وعلى حبايبكم، وسعداء جدا لوجودكم معانا النهارده. واكيد هندردش في حاجات كتير ليها علاقه برمضان، وزي ما الهواد بتقول هنعدي كده برضه على اللي بيحصل يا توهابي، وانا عارفك انت من النوع اللي بيضغطك بيعلى، بس هنأجل الجزء ده. تعالى تعالى بقى كريم، بس حاجه ملحوظه جدا، لسه كنت بقول لتهامي انت كنت معانا طبعا تقريبا من سنه. صحيح، طلعت لي الميموري فيديو بتاعنا الاستوديو الاولاني القديم من سنه بالظبط. ايوه صح. بس انت خسس جدا، دي حاجه ملحوظه لازم نبدا معاك فيها. يعني ده رمضان ولا ده كان قبل رمضان؟ ما لحقتش اسبوع. لا هو من قبل رمضان عشان بجهز لل في دور بقى. للدور في بيت الشده. لا هنتكلم عنه برضه، فده كان ليه تجهيزات بدأنا كمان. لا المسلسلات اللي خدت برضه نسبه مشاهده عاليه واللي اتكتب عنها واتقال عنها كلام كتير على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى ذكر وسائل التواصل الاجتماعي ده خليني بقى نبتدي مع بسنت. لان بسنت كان قبل ما يعني قبل ما نشوف بسنت في اعمال دراميه مختلفه، كان لها فيديو على اليوتيوب من فتره مش بعيده قوي، كانت بتتكلم من خلاله بلكنه شرقاوي، والموضوع واللكنه والمفردات اللي كانت بتستخدمها والوراق والحاجات اللي زي كده قلبت الدنيا في ذلك الوقت، وكانت حديث المدينه بالمعنى الحرفي. تعالي نبتدي من الفيديو ده مبدئيا، لما انت عملتيه كنت متخيله انه ممكن يكون في وقت من الاوقات بوابه ليكي لدخول مجال التمثيل، ولا مجرد حاجه حبيتي تعمليها وخلاص؟ لا انا الاول عملت قبله فيديوهات كتير باللكنه الشرقاوي. اوكي. دي كانت بدايه تعرف الناس عليا في السوشيال ميديا. وبعدين عملت مسلسل الوصية وعملت كذا حاجة، وبعدين عملت الفيديو ده. الفيديو ده بقى أكتر الفيديوهات اللي أنا عملتها باللكنة الشرقاوي سمع مع الناس جدا جدا جدا. ما توقعتش إن الموضوع يسمع بالدرجة دي، يعني لقيت مصر كلها بتتكلم. انت كنت بتعمليها فور فان يعني كده؟ اللي هو انا بحب ايه، عندي هوايه ان انا اكتب حاجه صغيره، سكريبت صغنن حاجه كده، فقاعده كده فالفكره جت في دماغي عملتها. ما تخيلتش كميه الشير والمكالمات اللي جات لي والبرامج طب إيه ده؟ ما تيجي نعرف الناس الجزء اللي لسه ما يعرفوش عنك قبل ما نتكلم بقى على الادوار والمسلسلات
ومبدئيا اول عرض جالك على الاطلاق كان من خلال مين وفي اي عمل؟ بس عرفينا عنك انت شخصيا، يعني خلفيتك ايه؟ انا بسنت النبراوي من الزقازيق، عشت وتربيت عمري كله هناك، ماليش غير اخت واحده رضوى. لما اشتغلت مضيفه جويه جينا استقرينا هنا في القاهره انا واهلي. وبعدين لظروف صحيه اضطريت ان انا اسيب الطيران، بس قعدت فيه كتير بقى سنين عمري يعني. ولما سبته ابتديت بقى هوايتي بقى تطلع، اللي هو بقى اكتب حاجات صغيره، اعمل فيديوز. ما كانش في دماغي ابدا ان انا انزلها حتى على السوشيال ميديا، فاصحابي هم اللي شجعوني قالوا لي لا نزليها وشوفي بقى ايه رد فعل الناس. فحياتي الاول كانت حياه عاديه جدا، كلها سفر وتنطيط و صحيح. كان بيقول لك عشان شكلك ما تجربي تمثلي، دايما البنت الحلوه في مصر يقول لها ما تروحي تمثلي، يعني اتقالت لنا كلنا، انت اكيد اتقالت لك برضه عشان شكلك. ربنا يجبر بخاطرك، ده لازم يبقى منتج نفسه حلو يا توهابي عشان يقول لي انا بصفه خاصه بقيت زي اللي هي بتقول. والله يا كريم من الناس ده، مفيش بني ادم قالها لي. طب والله العظيم اقول لك على حاجه، بلاش بقى خلاص. والله اصل انا كريم بشوفه من واحنا صغيرين. لا على فكره انت زمان كان شكلك حلو جدا والله، حلو الحقيقه. حسين دي ليه احكام كنا بنتكلم فيه قبل الهوا، كنا بنتكلم في التفصيل. انت هتقعد بقى تخليني اقول حاجات. اتفضل يا اكسلات. والله انا يعني بسنت، انا مبسوط طبعا ان هي عملت الفيديو ده، خلي بالك فرق معاها جدا، فرق بقت السوشيال ميديا عموما دلوقتي مهمه جدا وبتختصر طريق طويل قوي جدا على الناس اللي عندها الكاريزما وعندها المقومات المطلوبه، بالذات لو موهوب طبعا. الموهبه كمان هي زي ما بيتقال يا تهيمي، السوشيال ميديا ما فيهاش مجامله، يعني لو بجد حد عمل فيديو موهوب وفيه كاريزما الناس بتخليه ترند، لو لا بيبقى ترند من الناحيه الثانيه. عندك حق. ما هو الترند ده يعني انا شايف ان الترند ده بيحصل كم مره واحده، ممكن يحصل الترند وينام. صح. لكن لو هو فعلا موهوب وعنده موهبه وشاطر بيكمل. طب انت حاطط السوشيال ميديا في حساباتك؟ ده لو كان ليك حسابات، ولا انت اصل في ناس بتبقى برضو ايه ماشيه بشكل مش هقول عشوائي بس ماشيه كده ايه على الله زي ما تيجي، لكن في ناس تانية بيحسبوا ويخططوا وعايزين يشوفوا نفسهم كمان سنه او اتنين في المكان الفلاني، انت من الناس اللي بتحسب لها ولا لا؟ السوشيال ميديا مهمه جدا في حياتنا ومؤثره جدا، وجزء من شغلنا وجزء من الدعايه وجزء انك انت كمان تشوف رد فعل على عمل بتعمله وتشوف اراء الناس ايه وراي الشارع ايه والمردود ايه، ولا طبعا جزء مهم جدا. بس زي ما قلت يعني هو بالنسبه للفنان هو مش جزء اساسي بس موجود في حياه الفنان، لان طبعا هو اهم حاجه للفنان هو شغله هو دايما المؤثر، لكن السوشيال ميديا هو جزء من بيبقى داعم بالظبط. ساعات السوشيال ميديا هي اللي بتجيب الشغل ده، بقى يحصل كتير في الفتره الاخيره. صح يعني طبعا يعني اكيد، لان زي ما قلنا برضو موضوع الترند، ما انا بقول الترند دايما لو هو فعلا موهبه وموهوب هيشتغل يعني. معاك حق، لان في ناس ترند بصراحه، ومش يعني اكيد مش هنقول اسامي، بس في ناس ترند الواحد بيصعب يعني بيصعبوا علينا والله، يعني ما هم معروفين يعني بس بيصعبوا علينا لما بشوف فيديوهاتهم. ان هو ترند بطريقه تانية. يعني حاجه ما علينا. صحيح. معلش بس انت هرجع لك تاني، يعني لان زي ما كريم كان بيقول انت مجال مختلف تماما، دخلتي بموهبه، حققتي نجاحات على فكره، البوسيه كانت ناجحه جدا. الحمد لله. جدا وسمعت بشكل كبير. في ناس تقول لك لازم وانا ناجح كده على السخن اكمل، ده بتركزي فيه يعني؟ ده ازاي اصلا حتى لو انت مركزه فيه ازاي هتحققيه؟ بتعملي ايه؟ والله انا على قد ما اقدر بحاول ان انا اكمل في نجاحاتي، وده طبعا في الاول وفي الاخر راجع لربنا بيريده يعني. بس اللي هو بحاول ايه، ان انا اخدت ورشه تمثيل، احاول ان انا اشوف مشاهد اكتر، اتعلم من فنانين كبار اكتر، لان انا مهما كان خبرتي جنبهم ولا حاجه، فبتعلم منهم. كل مسلسل بدخله بشوف النجوم اللي معايا بيعملوا ايه، بسمع نصايحهم كويس جدا عشان استمر على اللي انا فيه. بلس ان انا بحاول ان انا دايما اقدم الحاجه اللي تعجب الناس، يعني ما بحبش اعمل حاجه عليها انتقاد. ما بتحبيش ادوار معينه تاخديها يعني؟ لا مش ادوار معينه، اهم حاجه يبقى الدور مش هيأذي اللي يتفرج عليه. اوكي يعني يبقى في نوع من الاحترام، خلينا نقولها كده، مش شرير، مش حاجه يعني. لا شرير عادي. انا ما انا طول ثلاث ارباع ادواري شر يعني، وده على العكس الحقيقه تماما. يعني اللي يعرف بسنت موضوع مختلف تماما. ثانك يو. دخلت في الفورمه بسرعه البرق، خدت بالك؟ بتقولي ثلاث ارباع ادواري كذا، واحنا بندور دايما على كذا. نعيش اللحظه شويه. المجال ده شفاط،
اخوكي توهابي بقى عشان اقطع بسم الله ما شاء الله صوت طويل قوي في المجال ده، فهو اقدر مني بكتير في الكلام في النقطه دي. المجال الفني ده لو انت يعني داخله وسايب نفسك تماما، في مساحه ان تركيبه الشخصيه نفسها تتغير، رؤيتك للامور تتغير، ترتيب اولوياتك في الحياه يتغير، اكيد انت حسيت بده. صحيح، يعني زي ما بسنت قالت دلوقتي نقطه مهمه جدا، ان الواحد طول الوقت هو بيتعلم من الاكبر منه، وبالذات لما يشتغل مع نجوم كبار، يعني ده مهم جدا، فبتاخد منهم كل يعني ايه. يعني انا قعدت فتره مجرد ان انا مستمع جيد للاستاذ عادل امام واشوف هو بيعمل ايه واساله، يعني اساله لو جالي دور اعمل ايه واشتغله ازاي. فكان دايما يقول لي مذاكره الدور مهمه جدا، انك انت تقعد تذاكر الدور، يعني مش مجرد انك انت داخل امثل، لا اقعد اشتغل عليه وشوف له التفاصيل وشوف له فده مهم جدا انك انت طول الوقت بتتعلم عشان تطور موهبتك. موضوع ان الواحد كمان هو عنده موهبه، بس ساعات ما بتجلوش ان هو مثلا يشتغل مسرح، والمسرح حاجات مهمه جدا. طبعا. يعني انا لما اشتغلت مع استاذ عادل امام في فيلم امير الظلام الاول وفيلم التجربه الدنماركيه، جه في اخر يوم واحنا بنعمل اخر يوم تصوير في الفيلم، قال لي احمد انت لازم تشتغل مسرح، والمسرح مهم، وهو بيمهد لي طبعا وقال لي انت عارف اللي انت بتتكلم فيه منتهى الاريحيه، ده كفيل بان انت يتقر عليك قر السنين. فكره ان انت بتستشير النجم عادل امام وبيعرض عليك مشاركته في المسرح، انت بتتكلم كده وانت سايب ايدك استاذ عادل امام، انت بتقول ايه يا توام؟ انا هقر عليه دلوقتي سيبولي. لا حقيقي استاذ عادل امام يعني طبعا هو بيحبك يا توامي جدا، ودي كواليس حتى بره الشاشه، احنا بنتكلم لا الكواليس اللي خلف الشاشه معروف ان هو بيحبك جدا، وهو داعم للاجيال الجديده. وفكره كمان هو كان بيقولها حتى في الانترفيوز بتاعته، يقول لك انا زمان كانت بدايتي صعبه وانا تعبت قوي، فهو حاسس ببدايات بتاعه الفنانين. حقيقة. يعني دي فعلا نقطه كلنا عارفينها عنه. صحيح، يعني استاذ عادل امام يعني وخليكي مطمنه وانت بتشتغلي وانت جايه، حتى لو طبعا نشوف يعني الصوره دي بتقول كل الكلام على فكره، كانك ابن والله بجد، يعني فرحان بيك. حقيقي يعني ربنا يديله الصحة وطولة العمر. أمين. تعلمت منه كتير جدا. أكيد. على المستوى الفني والمستوى الإنساني كمان والاجتماعي وحاجات كتير قوي، لأن أنا اشتغلت معاه من سن صغير. يعني فيلم أمير الظلام يمكن كان عندي حوالي 18 سنة، والتجربة كان عندي حوالي حاجة وعشرين سنة. يعني فكان لسه بداية حياتي في الفن، فتعلمت منه كتير حقيقي. يعني سيبقى فيلم التجربة الدنماركية فيلم استثنائي على كل الأصعد. كان رائع حقيقي. على كل حال احنا لسه اكيد كلامنا كتير وفي اسئلة بقى عايزين نسألها لكم نعرفها. يعني فكرة هنا برضو، هل الفن حظ ولا الفن موهبة؟ دي حاجة. الحاجة التانية بنطبخ ولا لا في رمضان؟ الحاجات دي يمكن اسئلة سألتوها قبل كده، بس احنا بقى حابين نعرفها بتفاصيل مختلفة. بس بعد الفاصل تابعونا، هيكون معانا برضو احمد تهامي وفسانت النبراوي، وعندنا لسه اسئله كتيره جدا، وزي ما كنت بقول لحضراتكم برضو هنلمس شويه مع الاهلي. فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم، رجعنا عشان نكمل قعدتنا الحلوه مع نجومنا اللي منورنا النهارده في الاهلي في رمضان، احمد التهامي وفسانت النبراوي. وعلى ذكر فسانت، فكروني حضراتكم بقى بحكي لكم على قصه كانت لسه بتحكيها لنا في الفاصل بخصوص الملوخيه ودخول فسانت المطبخ. ده هنتكلم فيه يعني شويه جايين، بس مبدئيا لازم طبعا يعني نهني بالشهر الكريم نجمتنا الجميله اللي معانا دلوقتي على التليفون وفاء عامر. كل سنه وانت طيبه واهل بيتك وحبايبك طيبين، وسعداء جدا لسماع صوتك النهارده، اهلا بيكي. الصديق والاخ العزيز الجميل كريم كوجك وكل حبايبك الموجودين في الاستوديو، طبعا ميرسي جدا لاستضافتك نجم جميل محترم يقدر معنى مسؤوليه عمل فني، وبجد انا سعيده جدا جدا ان انا معاكم النهارده. ربنا يخليك، احنا اللي سعداء. يعني عايزه اقول لك يعني هيحتل مكانه كبيره قوي قريب جدا، لانه يستاهل بجد. قابل يا توهابي شهاده برضه زي منك لنجمتنا بقى. اولا بجد عامل مشاهد مش عايزه اقول لك، يعني متقمصه زي نهاوند. ازيك؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك بخير يا رب. وانت طيبه يا روح قلبي، ربنا يخليك. منورين والله. والله احنا سعداء جدا ان حضرتك معانا. منورين ريحه رمضان الحلوه، قطايف وكنافه يا اولاد. اخبار التخن ايه والاكل ايه والمسلسلات ايه؟ والله توهامي احنا بننام في الاستوديو. يعني احنا عايشين في الاستوديو، على الاستوديو، عايزين الناس تتبسط، وبنشتغل بكل طاقتنا وعايشين الحياه بجد. ومعانا مخرج برضو بيتعب معانا جدا. صح. جدا مؤلف عظيم استاذ ناجي عبد الله، اول عمل له برغم انه له باع كبير جدا في المسرح.
منتج فني استاذ عوض ماهر، مهندس حاتم المنتج، يعني حقيقة بنعمل عمل مبروك عليكم، عمل محترم ومختلف. ولازم حضرتك بقى ان شاء الله لما تخلصي تصوير تيجي تنورينا، يعني تقعدي معانا نفس القعده الحلوه دي. وعلى فكره بسنت النبراوي بتحييكي وبتسلم عليكي وبتعيد عليكي. مساء الخير يا استاذه وفاء. يا روح قلبي، بص بص يا روح قلبي، يا روح قلبي. كل سنه وحضرتك طيبه، رمضان كريم. وانت طيبه يا روح قلبي يا بصبص. حبيبتي استاذه وفاء، والله حبيبتي. انا عايز اقول على حاجه، يعني انا محظوظ بجد والله ان انا اشتغلت مع نجمه كبيره فعلا، انسانه ونجمه عظيمه استاذه وفاء عامر، ومحظوظ جدا بشغلي كمان معاها السنه دي الحمد لله، لاني فعلا انسانه في اللوكيشن و صحيح. ده بنشتغل بكل حب وبكل ود، ويعني الحاله كمان اللي جوه اللوكيشن الواحد يعني بتفرق جدا في العمل صحيح والاداء. صحيح ما بين النجمه والابطال. انا محظوظه بكل زملائي السنه دي. انا اشتغلت يا اولاد، انا هقول لكم على حاجه اتفضلي، وهقول يا اولاد لان انا جيل سابقكم شويه. انا اشتغلت السنه دي. انا استثنى يمكن على يعني انا حضرتك انت عارفه انا جيل الرواد، فانا قسم الحفريات، فاستثنين انا من الموضوع. كريم اتكبرت نفسك، انا اكبر برضو. لا اقول لك على حاجه فضلك. انا محظوظه بكل النجوم اللي انا وقفت قدامهم بالسنه دي، سواء هم اصغر مني سنا او مثلا انا سابقاهم شويه، بس كلهم على قدر كبير جدا من المسؤوليه، وكان ربنا فعلا بيطبطب عليا عشان ابقى مع ناس محترمه بجد. جدا. يعني أنا اللي عايزة أقوله بصراحة إن إحنا محظوظين، لأن كل سنة الكتابات بتبقى أحسن، كل سنة أداء الفنانين بتوعنا بيبقوا أحسن، يعني بجد ده ملحوظ بشكل كبير جدا، ربنا يوفقكم. وده في الأول وفي الآخر إنعكاس يعني للدراما المصرية، فإحنا نتمنى مزيد من التألق حقيقي، ونتمنى بقى حضرتك تنورينا زي ما كريم قال. أنا أتشرف بس أنا مبسوطة النهاردة طبعا للنجوم موجودين معاك، وطبعا وتهاني أنا مؤمنة بيه بشكل غير طبيعي. انا بحبك يا تهاني. كلنا والله بجد فعلا كلنا والله. وانا وبسنت النبراوي كنا بنتكلم والله قبل الحلقه، بتقول لي متابعه المسلسل وبعشق استاذه وفاء عامر. طلعوا له مشهد وهو بيعيط على الام، يا حلاوته. يعني عايزه تمدي ايدك على الشاشه تشيلي الدمع بايديك. يا حبيبتي ربنا يخليك. والله العظيم انا مبسوطه ان انا بعمل المداخله دي، ومبسوطه بيكوا، وتابعوا بيت الشده، وتابعوا كل شغلنا، ومصر تستحق فعلا فن يليق باسمها بجد. نورتينا، وكل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليك. كل بس الكلام ده مش مجامله، اقول لك ليه. لان بص انت حتى اول ما جيت قلنا لك انت خاسس ولوك مختلف، وعلى فكره الخساسان ده صعب جدا، يعني صحيح. اسالنا احنا. صحيح. قد ايه الواحد بيشتغل، ان انا كمان مش عايز بس امثل، انا عايز البس الكاركتر حتى في شكل الموضوع. موضوع على فكره شغلانتكو صعبه جدا. صحيح. يعني لا واضح يعني. كمان تهم ان انت يعني قررت ان انت مش تتمرد. احنا طبعا مفهوم لاسباب كتير التمرد ده هو يعني ده هو كان مطلوب للضروره القصوى في حالتك، لان صحيح. يعني يمكن عشان النجاح الكبير قوي اللي انت حققته في الاول كم مره ظهرت فيها. صحيح. فكالعاده يعني انت عارف عندنا الانتاج والاخراج يعني يحصروك يعني هوند في نمط معين، شافوا ان انت كنت هايله خلاص نجحت في كاميرا. فلو انت ما انتفضتش ما حدش هينتفض لك، فكويس ان انت خدت الخطوه دي. وبصراحه ربنا كرمني طبعا بنجمه كبيره زي الاستاذه وفاء عامر، وبمخرج يعني عبقري الاستاذ وسام المدني، وهو اللي قاعد معايا في كل تفاصيل الشخصيه وفي الدور، ومعانا مؤلف عبقري استاذ ناجي عبد الله اللي هو راسم الشخصيه، فمخلي الممثل سهل قوي ان هو يمسك الشخصيه ويفهمها ويتقنها ويعرف يشتغل عليها فيعيش معاها ويتعايش معاها، وده كلام مهم جدا. يعني نهاوند كانت بتقول احنا فاقدين للسيناريو، شايفين السيناريو بيتطور كل شويه، وبنرجع تاني للسيناريوهات بتاعتنا الحلوه، والمسلسل عامل حاله، رجعنا لحاله الحاره المصريه الاصيله بعاداتها وتقاليدها والعلاقات الاجتماعيه في الحاره، و مفيش بقى الجو انا اسف البلطجه اللي تصدر كذا سنه ورا بعض او في فترات بالزبط. بصراحه يعني حتى ولو موجود مش حتى هو ده بيظهر الوحيد بيظهر يعني. عندنا بس في كبير المنطقه وكبير الشارع وكبير الحاره وليه كلمه بالزبط. يعني بالزبط. ده مهم جدا. وانت بس انت بقى مخططه لايه، مفكره في ايه، بتتمني ايه في اللي جاي؟ اختاري لك واحده من الثلاثه. 3-1 على حياتي الشخصيه ولا في التمثيل؟ لا في التمثيل طبعا، يعني او يعني انا عن نفسي عايز اعرف الشق الخاص بالتمثيل. التمثيل والله انا اتمنى ان ربنا يكرمني اكتر واكتر، انا بحاول اجتهد على قد ما اقدر،
اتمنى ان كل ما الناس تحبني اكتر، ما حدش يتضايق مني، او اكيد كل فنان ليه ناس بتحبه وناس مش بتستلطفه. انا اتمنى ان يبقى العدد الاكبر اللي بيحبوني. فانا بحاول اجتهد على قد ما اقدر وربنا يوفقني. انت قطعتي في ده شوط حلو على فكره، الحمد لله. بسم الله ما شاء الله، دي حاجه كويسه. يعني انت بيخيل لي ان انت الى حد ما خلاص يعني ايه اقفلي الصفحه دي. محطه القبول عديناها فعلا الحمد لله. فاهمه ازاي؟ فدي حاجه كويسه. طب على الصعيد الشخصي بقى ان شاء الله بتحلمي في ايه؟ بتمنى يبقى عندي اولاد، بحب الاطفال قوي ان شاء الله. امين يا رب. بس بالنسبه للعريس المستقبلي ان شاء الله ما يعملش حسابه على الملوخيه باي حد. يعني انسى الموضوع لو متعشم. انسى عشان لا عيد الموضوع من البدايه. فسالته في الفاصل وبنتكلم عن الطبيخ وغيره، وانا وتهامي كنا بنقول لها وكريم يعني معروف عن الناس في الشرقيه ان هم طباخين والاكل والسفره. فهي قالت بس ايه اللي انا؟ يعني ومره جربتي كانت ملوخيه لما اكلت ملوخيه فقلت مجمده طلعت حكايه في الاخر. انا هعمل ملوخيه، فانا عملت ما ظبطتش الشوربه على قد الملوخيه، عملت الملوخيه على قد كتير قوي. ملوخيه جدا على الشوربه، كانت اول مره اعمل ملوخيه. فكنا في رمضان برضو حطيناها في الطبق وطلعنا، فالطبق اتقلب وقع على الارض. انا متخيله بقى ان انا هشيل كده هلاقي تحت السجاده والله العظيم كتله لازقه كانه جيلي سموزي. ملوخيه سموزي من اللي قلبك يحبها. احمدي ربنا انا ما بهدلتش السجاده، اشكريني اصلا على كده. كانت اغرب ملوخيه. بصوا بقى احنا معانا برضو على التليفون، احنا عشان رمضان رمضانيات بقى وكل. خلينا نرحب بالنجم المحبوب جدا عمرو رمزي. كل سنه وانت طيب وبخير، وكنت منورنا طبعا قبل كده. واحنا سعداء ان انت تكون معانا على التليفون، وسعداء وهنكون سعداء اكتر يا عمرو لما تجي لنا كمان. كل سنه وانت طيب يا رب. ان شاء الله كل سنه طيبين حبيبي عمرو. انت طيب يا عمرو. كل سنه طيب يا تهامي، كل سنه طيبين وكريم وبسنت وكل الناس الحلوه. حبيبي يا عمرو، وباكد على الدعوه انت لازم تكون منورنا ان شاء الله في حلقه قريب من الاهلي في رمضان. كل سنه وانت طيب واهل بيتك طيبين. شايف جمدان قلب كده، يعني شايفك عمال تعزم كده وبتاع ايه؟ شايفك عمال ايه؟ بقول لك بتعزم بقلب جامد. بتعزم الله وبقلب جامد يا استاذ، هنكلف وهنبهرك بس انت تيجي تنورنا. هم طبخهم كويس، واضح ان هم يعني. لا تعالى بس وتتاجر ما يسرك ان شاء الله. عمرو عايزه اروح معاك بس النقطه، انت من كام سنه كده فاتوا مش كتير كنت نجمنا في رمضان، والبرنامج بتاعك اللي هنفضل لحد هذه اللحظه نتكلم عنه واللي مش هيتنسي، واجيال ورا اجيال فعلا، وانا مش بجاملك، بيس على اليوتيوب وبيتفرجوا. انت كنت معانا، وانا معلش هسالك السؤال ده، يعني انا مش هقول لك انك مقل عشان السؤال ده اصلا غريب انك تيجي تقول لفنان مقل. صحيح. في الاول وفي الاخر ما بتبقاش بايد الفنان نفسه. صحيح. ولكن احنا حابين يا عمرو، لان انت من الناس لسه كنا بنتكلم عنهم بجد اللي عنده كاريزما ما شاء الله. صحيح. محبوب وقبول ونجاح سريع. ف يعني عمرو قول لنا انت في دماغك ايه الفتره اللي جايه يعني، ونفسنا بجد بقولها لك من قلبي، انا من الناس اللي انت عارف ان احنا اصلا اصدقاء، الناس بحبها جدا. صحيح. ونفسي رمضان الجاي بجد تكون معانا في رمضان بحاجه تقيله جدا زي ما انت معودنا. ان شاء الله ان شاء الله. لا هي بص، هي يعني بتبقى ظروف مشتركه بين بني ادم نفسه وبين ظروف الفنيه، يعني السوق يعني او القنوات والشركات والكلام ده كله. مش هخش في تفاصيل كتير يعني، لكن هي طبعا بتبقى خاضعه لفكره ايه يعني، يعني رمضان عايز ايه، لا او الاوت سيزون عايز ايه. فممكن تكون ما ظبطتش الفتره اللي فاتت، ممكن تظبط في حاجه ثانيه الايام اللي جايه ان شاء الله. يا رب يا رب يبعت لك الخير كله. عمرو السنه دي عامل دور جميل ومن ابطال مسلسل بيت الشده. وعمرو طبعا عشره عمر واخويا ومن اول فرقه نجا عطله. بالظبط بالظبط. انتوا ده ثاني عمل مع بعض صح؟ بالظبط ده ثاني عمل بعد. لا ونجا عطله مليان اكيد ذكريات رائعه ما بينك وبين عمرو وكل فريق العمل يعني. وعمرو ده يعني بعتبره هو الباحث، يعني اي معلومه عايز تعرفها، واي بلد اي بلد جديده عايز تعرفها، عمرو في دقيقتين يكون جايب كل المعلومات والداتا. انا قاعد يا يعني احنا طبعا قضينا وقت حلو جدا جدا مع بعض كده، وكانت ايام فعلا قد ما كانت صعبه ايام تصوير المسلسل. صحيح. كانت ايام طبعا حلوه عشان كنا متجمعين مع بعض يعني. ف يا رب ان شاء الله كمان السنه دي بيت الشده يعني نكمل زي ما هو كده. بالظبط. ردود الافعال حلوه جدا لحد دلوقتي، ده من غير مجامله يعني. انا بس بجد بقول لكم، انا بنقل لكم يعني، يعني اكيد انتم عارفينها. فلا بالتوفيق باذن الله. ربنا يسهل يا رب فعلا ويفضل كده. ويعني ده تعب كل المجموعه الموجوده يعني، وفاء عامل واحمد توفيق محسن منصور وتهامي وطبعا
يعني مش عايز انسى حد طبعا يعني قبل اي حد. وهاب فهمي ومدحت تيشا طبعا صح برافو عليك مني طبعا كلهم معها احمد يعني مجموعه كبيره جدا جدا. معانا مخرج يعني يمكن اول مره يشتغل دراما في رمضان ودراما طويله عمل سينما قبل كده لكن حد دماغه مختلفه وشاطر جدا جدا وبيحب الممثل. الممثلين بتحب قوي المخرج اللي بيحب الممثل بالظبط بيفرق طبعا في الاداء اكيد. طب انا عندي سؤال اخير قبل ما نختم مع عمرو. انت كنت معانا من برضو تقريبا سنه انا فاكره حاسس ماسكاله زله. استنى بقى السؤال اللي جاي عايز اطمن على اخونا برضو. من سنه انا سالتك او كان مش انا اللي بسال دايركت كان في حد من المشاهدين بعت لك بيقول لك هو عمرو متجوز ولا مش متجوز وانت ما ردتش وانت وقتها ما ردتش فاكرها. عدت سنه عمرو رمضان ده انت برضو زي ما انت ولا هفرحنا حلوه على ايد باذن الله مش هقدر اقول لك اكتر. الايه لا بسمعناه ايه في اخبار حلوه الله العيد ان شاء الله يا رب مبروك مقدما. عزمنا يا بقى القلب بتاع مش هيفرح بيكي عارفه يا بشنت القلب بتاع مش هيفرح بيكي بقى ايوه عارفه السؤال ده. بس ده خبر حلو ده خبر حلو ربنا يكرمك يا عمرو ربنا يخليك يا رب ربنا يكتب لك الخير كله. عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ومش عايز اخد وقت منكم اكتر من كده نورتنا نورتنا وان شاء الله تنورنا وجودك معانا ان شاء الله قريب كمان وتكسر الدنيا. حلقه النهارده كانت في جون والف الف مبروك وانا عارف انك عامل مفاجات اكتر في الحلقات الجايه كمان. حبيبي يا عمرو متشكر تسلم يا عمرو تسلم على قلبك نورت الدنيا كلها كل سنه وانتم طيب واهل بيتك وحبايبك كلهم طيبين. كان معانا النجم الجميل عمرو رمزي. بس انت لازم نرجع تاني برضو انت شرقاوي كده ملهاش حل. ما هو خلي بالك ما هو احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا ما انت اللي عملتي كده في نفسك. أيوة. لما ابدعتي في الفيديو ده لازم ما ينفعش يعني تجلي مره واحده تكوني موجوده في لقاء وما نسمعش على الاقل جزء من الحوار كده باللكنه الشرقاوي الحلو. جزء من الحوار ولا اتكلم معاك وارد عليك بالشرقاوي؟ زي ما انت عايزه شوفي اللي انت بتقولي. طب اسالني وارد عليك بالشرقاوي. ماشي. طيب انا هسالك وده سؤال يعني مش بملى فراغ لا بجد. انت بجد يعني جميله فن لا انا مش بجاملك والله دي حقيقه. انت بنت جميله والفن برضو بيتطلب مش هنكون طالعين بنقول كلام اي كلام قطع عن موهبه بس برضو الشكل الاساسي بيبقى مهم. ولكن البعض من زي ما كنا بنتكلم مخرجين ومنتجين بيحطوا الناس او فنانين او فنانات معينين اللي ليهم شكل حلو في ادوار معينه. بس انت لو واجهت ده على مدار فترات هتعمل ايه؟ اقول لك يا لحجه اقعد بصلي على النبي صلى عليه الصلاه والسلام. طلعيه الوحده دي طلعيه بس قالت الوسيه كله قال ايه بقى شكلها حلو بتاع فنجيبها بقى في حاجات ايه نعمل الشكل دوك. انا فكرت كده وقلت يا اولاد ما انا مش هحصر نفسي في الحاجه ده هي لازم برضك الواحد يقدم كل حاجه منوعه وكده لازم. فقمت بقى ايه لما كان يجي لي حاجات كنت ترفضه وقلت بقى ايه استاذ احمد قلت افكر في حاجه جديده. اما جات لي بقى حاجات جديده اجى الاستاذ عمرو محمود ياسين قام جابني هو استاذ مصطفى فكري قام جابوني في ايه فالملوش كبير فكنت بقى شريره خالص ايه والناس بقى كرهتني فقلت احسن يا ولاد عشان ايه مش يقولوا بس انا دلوعه وكده هو لا بس انا بقى تعرف تقلب على الوش التاني. اجت برك في النضاره البيضه قلبت على الوش التاني قلت مش لازم احصر نفسي في حاجه واحد صح. فالاول الناس شافتني قالت ايه البت ديك ايه مايسه كده مش هتعرف تعمل حاجه قلت والله العظيم ابدا نعمل بقى الشريره ونعمل كل حاجه حد بقى من الناس تنخرج من الواحد. بصي يعني الله لا ولا بس تحيه لاهل الشرقيه بنت مصر الاصيله يعني بنت مصر الاصيله الحلوه اللي يعني في ميكس فيك كده بجد يا حسن ما شاء الله والله بجد. لا يعني اتفضل انت. لا انا عايز اعرف يعني عندي فضول كده تجاه رؤيتك اول ما دخلتي المجال الفني. انت جايه من خلفيه مختلفه تماما عالم تاني ودخلتي عالم الى حد بعيد ساحر وخصوصا اللي لسه بيخطوا فيه خطواتهم الاولى وصعب ساحر وصعب يعني الى حد كبير بيبقى برضو ايه مبهر. فانت شفتي ايه في المجال الفني لغايه النهارده؟ شفت ان انا اقدر ان انا ابقى كل يوم بشخصيه مختلفه عن اللي قبلها يعني مش كل يوم كل عمل اقدر ان انا انوع. يعني الانسان الطبيعي في حياته مش هيقدر كل فتره يبقى بشكل مختلف لا في التمثيل ده حاجه كده بتسحرك بلوره سحريه صحيح. بتشدك جواها فيها رهبه بس فيها حب جميل. فانا لقيت نفسي ان انا كل يوم او كل مره هعمل حاجه مختلفه بلبس مختلف بحياه مختلفه بشخصيه مختلفه فده في حد ذاته حلو غير لما تبقى حياتك ماشيه على رتم واحد. يعني انا النهارده مثلا عامله بنت شعبيه مره عامله بنت كلاسي مره عامله شريره مره عامله هبله كل حاجه بقى فحاجه كده عارف فيها سحر بتشدك ما تقدرش تخرج منها ادمان.
فربنا يديمها علينا نعمة. يا رب يا رب. طب وتهامي يعني قبل ما نروح برضو لان احنا بقى هنروح فصل هينضموا لينا طبعا فرقه الانشاد الديني ونكمل بقى الليله بشكل رمضاني لذيذ طبعا. انت بتساعد بقى في الطبيخ والحاجات اللي زي كده؟ عشان انا بحب اسال الرجاله السؤال ده مش الرجال المصريين تحديدا. ست بتبقى من صباحيه ربنا تعبانه بجد والله وعلى رجلها والولاد ورايحه ولو بتشتغل ومطلوب منها تعمل كل يوم بتساعد ولا؟ عندي مراتي طبعا يعني بتبقى شايله اهم وحملي طبعا كده. لا انا طول ما انا يعني صايم محدش يكلمني. بص بقى شوف والله العظيم الرجاله مدلعين دلع. احنا اللي مدلعين جدا. طب وهي مش صايمه؟ رد عليا بقى. هي مش صايمه ليه؟ عندها قدرات. يا سلام. يعني انت بتعترف ان قدرات الستات اكتر؟ طبعا طبعا ما اقدرش انكر ده طبعا طبعا. لا والله تحيه لكل ام يعني مش طبعا مصريه لكل ام بتساعد وواقفه على رجلها وبتشتغل وهنا 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 حاجه عظيمه. ربنا يديكوا فعلا الصحه ويخليكوا لينا يا رب. هنروح فاصل ولسه نجم معانا وهينضموا لينا بعد كده بقى فرقه الانشاد الديني. وزي ما كنت بكلم حضراتكم اكيد يعني هنكمل الامور بشكل رمضاني شويه بعيد عن يعني فكره هنا الشكل القديم او الكلاسيكي بتاع يعني البرنامج بتاعنا. فاصل ونرجع نكمل.